يعني ما عاد بعطيك البعض. نعم ما عاد كان سعودي، لكن مباراة كأس العالم اللي لعبناها في بغداد أمام فريق كازاخستان ما صراحة أنا أحكي كوجهة نظري، ما أعتقد أنه وهاي وجهة نظر أنه الجمهور الرياضي كله يحكي بشارع أنه جبار هاشم وخط الدفاع يعني كان بالنسبة مطلوب السبب بالأهداف اللي دخلت المرمانة وعدم وصولنا كأس العالم هاي جبار هاشم حمل مسؤولية إخفاق الكرة العراقية. يعني هذا مو بصراحة لا هي هذه يعني احنا دردشة قبل التسجيل على مود يصير عندك شنو انه ما قدر فعل او تفاوت بالمستوى اكو فتره ايه في طبيعي انه كاس العالم استقبلنا هواتف من حفظه انه كافي يظهرها في البيت عندي بعض الناس يعني احنا نموذج عن الاندرويد فانت سبب في طرد شرار حيدر من الفريق، انت سبب من اسباب المشكله يعني حاولت ان تطلعه قدر الامكان وفعلا استطاع جبار هاشم ان يطلع شرار حيدر. وما كانت موجوده فيها يعني ليش هالفرصه موجوده؟ انا واحد من الناس اللي بطلع شارك في كابتن كابتن جبار يحمي شارك في هذا المستمع بس وهذا المستمع يعني هاي احس هذا ما له اي نوع من الصح شو عرج؟ انا طبعا عرج يعني الضوء وش اسمه وانت لك لا هذه الحقيقه جبار انت يجب ان تدافع عن نفسك بكل صراحه. ما ابي ازعل لا ما ازعل اخي يعني فتره يعني مستوى قمه هسه اشوفك هناك الجبهه كان مصلحت عيني لو بعد ما شفت يلا شو ما تريد تلعب ما تريد تلعب يعني اصابه خفيفه زين انت تقول احسن في انفار ليش احكي غير غير الثاني داخل بصراحه انت احكي لي بصراحه ليش يعني انفار ليش احكي لي جاوبك على شنو؟ نبتعد عن فريق القوه الجويه وعندنا مشاركه ثانيه مهمة أندية آسيا أبطال الدوري وعندنا مباراة مهمة ويا طالبون مباراة في إيران. طيب هذا الكلام يعني العفو كابتن أكرم هذا الكلام أنا أعتبره خوف يعني إلا مستوى قليل صار يعني طبعا هو تولدت عنده بعد الإصابة إذا عندي شيء يعني هذه موجودة أنا شفتها من خلال تمرين بحيث مو لاحظ جبار قال جبار بعد ما يقدر يستعطاه ضمننا لنا يعني هذه أنا لاحظت لأنه تابعت الفريق من خلال وحدات التدريبية لكن جبار هاشم هسه عليه أن يثبت العكس و يعني واحد من الملاعبين زين هذا الحكي اللي حضرتك انت توجه الجبار ليش ما حكيته في الملعب التدريبي ليش اختارت هذا الوقت بالذات؟ ما اقدر يعني جبار اخوي ما اقدر اطلب اللي بالملعب واقول له وجه لوجه يعني بس هو قدامي وانا داخل ليش ليش وصلت؟ انت تجاوبك على شنو؟ مستمر سؤال سالتني ثانيه واحده ليش مستواك؟ ليش اذا تتهزم من المباريات ليش يعني؟ اكو لاعبين احسن من يعني على حسك يعني احنا داخلين بطوله بدنا الدوري اعداد وبعد ايه هذا ما احنا مباراه ويا اذا الاعداد 4-9 انت الملاحظ عندك متمارس كثيره ايه صح يعني الحقيقه ليش وقفت الجزاء؟ التمارس جدا يعني جدا لو كانت يعني اي اصابه يعني انت واحد من الملاعب اسمع تقول ليش؟ يقول ان انت وانا اخوك الكبير انا تجمع لا لا هي ما تؤيد على احنا هنا كلنا اخوه وليد الجبار على العلاقه اللي تربط فيه والاخوه اللي ثالث يعني هذه كلمات لا ما زعل لا على الان انت مر يعني جابه؟ نعم غير صحيح طيب الغرور تسلل الى نفس جبار هاشم خصوصا بعد الاحتراف وقلل علاقاته مع كل اصدقائه ليش؟ يجبر على النادي على اهله حتى ما يريد يلعب ايش؟ طبعا انا يعني هاي روتيني؟ يعني سيلوني هاي اول ما جيت وهاي اكيد اول واحد من اي واحد يعني يوصل مرحله يعني يعتقد نفسه انه صار نجم او الى غير ذلك تبدا هاي الاسئله توجه للغرور وهاي يعني بس انت يعني اقرب الناس الك اقرب الناس الك انه انت قالوا بغير علي بسبب الماده او بسبب يجوز هم يشعرون هذا الشعور بس انا اعتقد انه ليش غيرهم يعني ما قال انه تغيرت او نفس العلاقه الطيبه موجوده انا بنحكي محبه يعني انا اوكي اوكي انا ما زعل منك بالعكس دخلي كبير واكرم كان مبين عليك زعل لا بالعكس انا ما زعل منك والله زعل والدليل انا ركبت وياه باللقاء يرى الكاميرا ما صلحت انا من قد ملاحظه زي وجهه كابتن جبار هاي اتوقع حلو بيناتنا احنا كلاعبين فعليا انا صار الملاعب يعني اكو اشاعه انه الاتحاد الجمهوري الرياضي فريق قوه جويه لانه كابتن جبار
بالآونة الأخيرة أصبح كثير المشاكل مع الزملاء اللاعبين. الدليل أنه في أحد المباريات أكثر من مشجع توجه لي بالسؤال، قال بما أنه أنت لاعب بالمنتخب الوطني زين الجبار، شنو الأحداث في الدور؟ وبعد ما صارت مشاجرة صار بينك وبين زميلنا جعفر عمران بعد المباراة. السؤال محرج بس أنا أحب أعرف. هاي المشاجرة مو عن جعفر اللي كان موجود وياي بالسيارة، شاجر ويا أخو جعفر اللي كان وياي بالسيارة، شاجر ويا أخو جعفر. هذا المشاجرة صارت طبعاً. هاي المشاجرة كلها استرحلت بعد عودة جبار هاشم إلى فريق الكورة. هذه حقيقة يجب انتقاله، هاي الحقيقة صارت أمامي أنا. يعني المشاجرة الماضية ولا مشكلة عندي. ترتد الكرة بضربة حرة من خالد محمد صبار بيد حارس المرمى نصوح، وممتازة جبار، ممتازة جبار، شوف يتقدم جبار، وممتازة، والعراقي سجل الهدف الأول. يمكن المجتمع الرياضي يمكن سوى لها المشاكل على نفسي. يا خلافة عن نفسك، أكو هيك شيء؟ على شنو؟ أكو هيك شيء يعني؟ على شنو؟ على هذا بتاعتي؟ مو مشكلتي؟ مشكلتي يعني؟ يعني وانت انت شخصيا قال انت في احد لاعبين يعني اكو مرات انا نختي لي واحد بالنادي اشوفك هوايه على الفاضي غيره هي مرات يكون صحيح زمر اثنين. لا مو مساله تدمير جبار. انت يعني صراحه انت يعني مع الاسف انا هاي كلمه كلها صعبه عليك. انت انتبهت يعني للاسف الشديد نحاول مشكله يا اخي راح اطلع منها وانا الاتجاري وابطل احس هاي الكاميرا ما في نهاية هذه الحلقة اللي صورناها. شو اسمه ذكرى؟ طبعا احنا نشكر الكابتن اكرم عمانوئيل اللي هجومه المبارك والسريع الى الكابتن جبار هاشم، ونشكر الكابتن جبار هاشم اللي كان حضير برنامج الكاميرا الخفية في برنامج على الشاشة.